كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. الا كنتي اول مره كتشاهدني، الا سبق لك تبعتي احدى فيديوهاتي، الا عجبك محتوى قناتي، ما تنساش تنضم للعائله ديالنا وتضغط على زر الاشتراك، تفعل جرس الاشعارات باش تكون صاني نوصل اي جديد او اي فيديو جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. فيديو اليوم غادي نودعوا فيه سنه باش نستقبلوا باذن الله تعالى سنه جديده اللي انا شخصيا متحمسه ليها ومتأكدة اللي غادي تكون سنة حافلة بالإنجازات العظيمة. لكن خصنا نعرفو كيفاش نستغلو الفرص المتاحة لنا اللي غادي تقدر تعاوننا باش نبرزو ونبينو إمكانياتنا وقدراتنا في مكان والزمان المناسبين. بلا ما نطول عليكم، يلا نبداو الفيديو ديالنا، حاولوا تتبعوه حتى النهاية. إلى عجبكم ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوه مع كاع الاصدقاء ديالكم. ليتس جو. ترى كيف قلت لكم في البدايه، اليوم غادي نوضعوا سنه 2019 اللي عشنا فيها بزاف ديال الاحداث، منها الحلوه منها المره، وكيف ما ممكن تقدر تكون جمعت بيناتهم بجوج. لكن المهم والاهم في هذه القصه هو اننا تعلمنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا كيفاش نحلمو ونخططو الى بغينا نوصلو، كيفاش نتعلمو من اخطائنا ومن اخطاء غيرنا الى بغينا نكونو على راس القمه، كيفاش نواجهو الصعاب والعراقيل ونروضو انفسنا على عدم الاستسلام ونبقاو مصرين حتى نحققو جميع اهدافنا. لكن السؤال المطروح، واش وضعتي خطه سنه 2020 ولا مازال؟ واش عارف شنو باغي تحقق في هاد السنة، ولا بغيتي تبقى مجرد نكرة وعابر سبيل في حال السنوات الماضية؟ نبغي نقول لك حاجة واحدة، راه كل سنة كتعيشها هي فرصة بالنسبة ليك باش تثبت فيها نفسك. فقط آمن بقدراتك وإمكانياتك ورسم طريقك بيدك إلا بغيتي تبقى القصة ديالك خالدة في ذاكرة كل صغير وكبير من الجيل ديالك. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو هذا، لكن في الختام نبغي نقول لكم كل سنه وكل عام وانتم بالف خير وعافيه، كل عام وانتم متفوقين ومتالقين على انفسكم، كل سنه وانتم سعداء دائما وابدا. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو جديد محتوى مختلف بلمسه خاصه. خليت لكم راحه، سلام عليكم، باي باي.